الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل يشيد بالدور الهام لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية. السيد كامل نوه عقب مباحثات أجرها بالرباط مع وزير شؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالجهود المتواصلة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس في الدفاع عن القضية الفلسطينية، مبرزا دور هذه اللجنة تنفيذا للتعليمات الملكية السامية في التخفيف من معاناة السكان الفلسطينيين بقطاع غزة وفلسطين عموما. أنتهز الفرصة لأحيي جهود جلالة الملك باعتباره رئيس لجنة القدس وما فعله من أجل تخفيف معاناة أشقائنا الفلسطينيين في غزة وفي فلسطين بصفة عامة، ولكن أعود إلى النقطة الأساسية أن هذا الصراع يؤكد أيضا أهمية أن يكون هناك تعاون أورو متوسطي يتعامل بشكل جدي لوضع حل مبني على حل الدولتين وعلى عملية سياسية تفضي إلى حل الدولتين وإلى سلام شامل ودائم. مباحثات الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط مع السيد بوريطة شكلت مناسبة لاستعراض ما تشهده آلية الاتحاد من أجل المتوسط من عمليات إصلاح شامل بغرض توسيع صلاحياتها وإبراز دور المغرب في هذا المجال، إلى جانب عدد من الدول التي تؤمن بهذه المؤسسة وأدوارها في تعزيز الحوار والتعاون الأورو متوسطية.